الفتنة من شاؤها من الخوارج الذين يخرجون على الولاة ويتبعون زلاتهم وأخطاءهم ولا يرونهم شيئا. ولذا لما وقع مقتل عثمان رضي الله عنه دبت وانتشرت الفتن في الأمة، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة. وبالفعل لما وقع هذا السيف في الأمة وتناحرت فيما بينها ما توقف هذا السيف. وهذا يدل على عظم خطورة الخوارج، لأن الخوارج أول ما نشأوا من عهد عثمان في آخر خلافته رضي الله عنه، وأما ظهورهم ظهورا بينا فإنه في عهد علي رضي الله عنه. وإذا لما التحم الصفان في صفين فرأى عمرو بن العاص وهو مع معاوية رأى أن الغلبة ستكون لعلي رضي الله عنه، فأمرهم أن يرفعوا المصاحف ويريدون التصالح التحاكم. فقال علي رضي الله عنه: نرضى بهذا، انظروا هم يريدون الحق، يريدون إخماد الفتن. فلما رضي علي رضي الله عنه خرجت الخوارج، قالوا: لا حكم إلا لله، كيف تحكم البشر؟ وخرجوا على علي رضي الله عنه ونقموا عليه وكفروا، وهذا من جيشه الذي كان معه. فانصرفت هذه الطائفة الخوارج إلى موضع يسمى حرورة، وإذا يسمون بالحرورية. فلما اجتمعوا في هذا الموضع قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسلني إليهم. قيل إنهم 6,000 وقيل أكثر من هذا، المهم أنه ذهب إليهم. وقال بعضهم لما أتى قال: إن هذا ابن عباس من قوم خصم، يعني يخصمون في الحكم، فلا تكلموا. فقال بعضهم: لا، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسنكلمه وننظر ماذا لديه. فقال رضي الله عنه: ماذا تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه بأنه حكم الخلق والحكم لله. قال: لم تسمعوا قول الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم حديا بالغ الكعبة؟ إذا كان الله عز وجل أسند الحكم إلى الخلق في صيد يصاد في أرنب لا يساوي شيئا، فيكون ذلك جورا وظلما من علي؟ قالوا: هذه واحدة. ما هي الثانية؟ قالوا: إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، ومن يقاتل هو الكافر. فقال: ماذا تقولون في عائشة رضي الله عنها؟ هي كافرة أم مؤمنة؟ إن قلتم إنها كافرة كفرتم، وإن قلتم إنها مؤمنة فقد ضللتم، إذ كيف يقاتلها ويسبيها وهي مؤمنة؟ فرجع ثلثهم وانكف ثلثهم وبقي الثلث الآخر، وحصلت المعركة وانتصر علي رضي الله عنه وفرح بذلك فرحا شديدا. ولذلك لما جرى بينه وبين معاوية في صفين ما فرح بالقتل رضي الله عنه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما وجد منه سرور ولا فرح. لكن لما قاتل الخوارج وأخبر أن فيهم رجلا كبير اليد كأن في يده مثل حلمة الثدي التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج فرح بذلك فرحا شديدا.